حلقة جديدة من فرصة ولدينا في العناوين. جامعة ترانسلفانيا الرومانية تعلن منحا ممولة بالكامل في عدة مراحل دراسية. وفي ملف حلقتنا نناقش الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تقف أمام طلبة الجامعات. وسنتعرف معا إلى تخصص تعليم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. بكم في هذه الحلقة نتحدث عن فرصة المنح في جامعة ترانسلفانيا الرومانية للعام 2024 و2025. منحة جامعة ترانسلفانيا الرومانية الممولة بالكامل لجميع المراحل الدراسية سواء البكالوريوس أو الدراسات العليا. هذه المنحة تستهدف الطلبة الأجانب في العديد من دول العالم وتشمل الطلبة اليمنيين. التقديم على هذه المنحة متاح إلى يومنا هذا وينتهي في 26 من أبريل الجاري. في المادة التالية نعرض تفاصيل المنحة ومميزاتها وشروط القبول والتسجيل. وللاطلاع أكثر على تفاصيل المنحة يمكنكم قراءة الكود في نهاية المادة، كما سنضع رابط التقديم أسفل هذه الحلقة. فلنتابع. مشاهدينا الكرام، بعد التعرف على شروط القبول في منحة جامعة ترانسلفانيا الرومانية، نقدم في هذه المادة شرحا توضيحيا لطريقة التقديم على هذه المنحة. نتعرف من خلاله إلى طريقة التسجيل، فإليكم التفاصيل. للتسجيل على منحة جامعة ترانسلفانيا الرومانية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعام 2024-2025، نقوم بفتح الرابط الخاص بالتقديم على المنحة، ومن الصفحة الرئيسية لموقع المنحة يمكننا معرفة المعلومات والمتطلبات الأساسية ومعايير القبول في المنحة، ومن هنا أيضا يمكننا الاطلاع على التواريخ المهمة في المنحة. وللتسجيل في المنحة نقوم بالنقر على الرابط التالي. سنلاحظ أيضا أن التقديم على المنحة يمر في 4 مراحل. الخطوة الأولى خاصة بتعبئة البيانات الشخصية، ومن أسفل هذه الصفحة يتم اختيار المرحلة المراد الالتحاق بها. أما الخطوة الثانية خاصة بالمعلومات الأكاديمية السابقة لنا، وفي المرحلة الثالثة نقوم بإدخال بيانات آخر مرحلة دراسية لنا. أما الخطوة الرابعة والأخيرة نقوم فيها باختيار لغة الدراسة والتخصص المراد الالتحاق به. وفي هذا الجدول نقوم بكتابة موضوع نوضح فيه أحقية الفوز بموقع في المنحة عن غيرنا. ومن أسفل هذه الصفحة يتم إرفاق السيرة الذاتية وخطابات التوصية وخطاب النوايا. وبعد التأكد من جميع المعلومات المقدمة نقوم بحفظها وضغط أيقونة إنهاء التقديم. حظا موفقا
لجميع المتقدمين. كثيرة هي المشاكل التي تقف حجر عثرة أمام استكمال الطلبة اليمنيين تعليمهم الجامعي، ولعل أبرزها ارتفاع تكاليف الدراسة وأسعار المواصلات، ناهيك عن صعوبة المعيشة في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد منذ سنوات. في ملف حلقتنا اليوم نناقش الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تقف أمام طلبة الجامعات، نتابع. ارتفاع أسعار المواصلات والكتب والتكاليف الدراسية ثلاثي أضحى يؤرق طلاب الجامعات في اليمن ويقف عائقاً أمام مواصلة تعليمهم الجامعي. وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، باتت مواصلة الدراسة الجامعية هماً ثقيلاً على هذه الشريحة المهمة في البلاد التي تشهد حرباً وظروفاً معيشية صعبة منذ سنوات. وبات ملحوظاً الوضع البائس الذي يعيشه العديد من طلاب الجامعات، سواء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أو تلك الأخرى القابعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دولياً. فأزمة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية اكتوى بها كل المواطنين، وفارق بسببها العديد من طلبة الجامعات مقاعدهم الدراسية في ظل عجزهم عن توفير أسعار المواصلات. إلى جوار أزمة ارتفاع أسعار المواصلات تقف مشكلة توفير التكاليف الدراسية وشراء الكتب حاجزاً آخر أمام مواصلة الطلبة دراستهم الجامعية. أما الطلبة القادمون من خارج المدن التي توجد بها الجامعات الحكومية فمعاناتهم مضاعفة، ومشكلة البحث عن السكن وتوفير الإيجار تؤرق الكثير منهم. وللتغلب على معاناة طلبة الجامعات في اليمن، يجب أن تتدخل الحكومات والجهات المعنية للحد من تكاليف التعليم العالي وتوفير دعم مالي للطلاب من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى وجوب اشتمال السياسات الحكومية بشأن توفير تكاليف المواصلات العامة خصوصا للطلبة، وبرامج منح دراسية ومنح أكاديمية للمحتاجين منهم. وللحديث أكثر عن الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تقف أمام طلبة الجامعات، ينضم إلينا عبر الزوم البراء سالم بن قفلة، رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت. أهلا وسهلا بك معنا في فرصة، وكل عام وأنت بخير. أهلا بك أستاذ هالة، وحقيقة أنا سعيد أن أكون اليوم متواجد معكم في برنامج فرصة وقناة المهرية، هذه القناة التي دائما ما تقف بجانبنا نحن الطلاب. أهلا بك معنا أيضا، نحن نتشرف بك. يعني ونحن نتابع التقرير، هناك العديد من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها الطلبة الجامعيين. من وجهة نظرك أنت كرئيس اتحاد الطلبة في جامعة حضرموت، ما هي أبرز الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تقف أمام طلبة الجامعات في اليمن؟ حقيقة طلاب الجامعة هم مثلهم مثل بقية فئات المجتمع، يعانون معاناة قد تكون كبيرة، يعني إضافة إلى هذه المعاناة التي يعانونها وإضافة إلى المعاناة التي يتكبدها أيضا أولياء الأمور. نحن بالنسبة لنا في جامعة حضرموت، ونظرا للمساحة الجغرافية الكبيرة للمحافظة، هنالك الكثير من الطلاب يقطعون يوميا قرابة مسافة 100 كيلومتر للوصول إلى الجامعة. هذه المشكلة زادت من تفاقم أسعار المواصلات، خصوصا في ظل ارتفاع المشتقات النفطية. ساهم هذا الأمر في زيادة الرسوم للمواصلات، إضافة إلى الرسوم الدراسية في هذا العام القادم. رئاسة الجامعة قامت بزيادة أو فرض زيادة للرسوم الدراسية، وهذا الأمر شكل عبء كبير على الطلبة، خصوصا الطلبة المستجدين في التعليم الجامعي، وهو ما سيعيقهم بالتأكيد في السنوات القادمة، وسوف يعزف الكثير منهم عن الالتحاق بالتعليم الجامعي، وهو ما نلاحظه خلال
السنوات الأخيرة من العزوف، عزوف كثير من الطلاب عن التعليم الجامعي خصوصا في جامعة الغربية. نعم أستاذ، يعني البراء ذكرت العديد من المشاكل، سواء كانت مشكلة المواصلات، أيضا مشكلة السكن ربما يعاني منها الكثير من الطلبة في حضرموت، وارتفاع الإيجارات لهؤلاء الطلبة خاصة القادمين من خارج المدن. كيف يمكن حل هذه المشاكل من وجهة نظرك؟ بالنسبة للسكنات، طبعا نحن في جامعة حضرموت يوجد لدينا سكن داخلي في الجامعة، ولكن هنالك الكثير من الطلاب يشتكي من التغذية وزيادة أسعار الرسوم، إضافة إلى ذلك العزب الطلابية التي يستأجرها الطلاب في ظل غلاء أسعار الإيجارات. أعتقد أن على السلطات المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص أن تنظم هذه المسألة وتعمل على مساهمة أو دعم لمجال الطلاب في إيجارات وغيرها، من خصوصا في موضوع الإيجارات، لأنه حقيقة يعني موضوع مهم، والكثير من الطلاب يعني يتنقلون دائما من 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 شقة إلى شقة أخرى، وذلك نظرا للزيادة المستمرة دائما في أسعار الشقق. نعم، أيضا من يخاطب الطالب الجامعي لهذه المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها، بمعنى لمن يوجه رسالته، أو من المسؤول الأول عن المشاكل الاقتصادية لدى هؤلاء طلبة الجامعات في اليمن، وكيف يمكن حلها يعني بوجه التحديد بخطوات عملية أكثر؟ في الحقيقة نحن نطالب الحكومة والسلطة المحلية كونها هي في محافظة حضرموت. في الحقيقة نحن خلال أيام قابلنا دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وقد طرحنا عليه العديد من المشاكل الطلابية، وقد أبدى استعداده في حل هذه الأمور، لكن يبدو أن إلى حد هذه اللحظة لا توجد أي أفق تلوح. نأمل بإذن الله أن تعمل الحكومة والقيام بدورها للاهتمام بالجانب التعليم، خصوصا التعليم الجامعي، لأنه يعتبر منارة المستقبل التعليم الجامعي. وللأسف عندما يعزف الكثير من الطلاب عن التعليم الجامعي تتحول هذه المشكلة إلى مشكلة كبيرة يعني فاقط. فيجب على الحكومة أن تقوم بدورها، وكذلك السلطات المحلية أن تعمل بقدر الإمكان. هنالك فكرة وضعتها الجامعة في تبني صندوق دعم الطلاب في الجامعة، صندوق الإعانة، وقد وجه المحافظ بالشراكة مع القطاع الخاص بدعم هذا الصندوق، لكن إلى حد هذه اللحظة إذن لم توجد أي حلول، كلها وعود فقط. نعم، يعني بالفعل دور الجهات الحكومية والجهات الخاصة التعليمية على وجه التحديد في التخفيف من أعباء هذه الأعباء الاقتصادية لهؤلاء الطلاب محدود جدا. يعني كيف يمكن أيضا لفرص نقص فرص العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد اليوم في تأثير هذا الأمر سلبا على حياة المواطن الجامعي أو الطالب الجامعي على وجه التحديد؟ حقيقة ما بين التعليم الجامعي وما بين سوق العمل هنالك فجوة كبيرة. هنالك يجب أن يكون دور للسلطات المحلية وكذلك الحكومة في خلق هيئات أو مؤسسات تعمل على تدريب الطلاب وربطهم بسوق العمل. الطالب الجامعي يخرج من الجامعة يتخرج وهو يكاد أغلب الذي تعلمه عبارة عن تنظير، يعني هنالك فجوة كبيرة حقيقة. أعتقد أن هنالك يجب أن تقوم الجهات الحكومية كونها يعني هي مختصة، لأن أغلب الوظائف تكون مرتبطة بالحكومة بشكل مباشر. أيضا القطاع الخاص، القطاع التدريبي أو منظمات المجتمع المدني تقوم بدورها، لكن يجب أيضا على الحكومة أن تقوم بدور كبير. نحن نقدر أن الحكومة الآن في وضع استثنائي، لكن عليها أن تلتفت أيضا أن هذا مستقبل البلاد. بالفعل، يعني أيضا يعني باختصار، ما هي الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة التي يمكن اتخاذها من قبل الطالب الجامعي حتى يتخطى هذه الصعوبات التي يواجهها باستمرار في حياته الجامعية ومن أجل استكمال دراسته الجامعية أيضا؟ يعني حقيقة الاستراتيجيات الطالب لا يحارب لأجل أن يتلقى التعليم. يعني كثير من الطلاب الآن أصبحوا يستغلون فترات التي لا يوجد فيها دراسة للعمل لتوفير مصاريف الدراسة، وكثير من الطلاب لديهم عوائل. يعني خصوصا أكثر مشكلة الآن تؤرقنا هي مشكلة المواصلات. تخيل يعني أن
بعض الطالبات خصوصا من مناطق عدة من محافظة حضرموت يعني يدفعوا قرابة 70,000 ريال يمني شهريا للوصول إلى الجامعة. يعني أب أو ولي أمر لو كان معه 2 فتيات 160,000 وهو راتبه 70,000 يعني أو 80,000 أو يعمل صياد أو فلاح، كيف بيقدر يغطي هذه الرسوم؟ يضطر إلى أنه يعني بالفعل هي صعوبات كثيرة يواجهها الطالب الجامعي في ظل يعني دور محدود لهؤلاء الجهات المعنية، يعني ربما ارتفاع تكاليف المعيشة كما ذكرت والمواصلات والسكن والضغوط المالية التي يعيشها الطالب الجامعي اليوم سواء من ديون جامعية أو رسوم وما إلى ذلك هي تلقي بظلالها على الطالب الجامعي وتؤثر على حياته على وجه التحديد، ولا بد من يعني التركيز على هذه المسألة وإيجاد حل جذري لها عن طريق دعم ومساعدة الطالب الجامعي من قبل الجهات الحكومية والجهات المعنية أيضا سواء الجامعات أو غيرها. البراء سالم بن قفلة رئيس اتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. الآن مع فقرة مساعد، كيف يمكن للجهات الحكومية تخفيف من الضغوط المالية والاقتصادية لطلبة الجامعات في اليمن؟ مرحبا بك هالة وبالسادة المشاهدين، سنتطرق اليوم إلى دور الحكومة في تخفيف معاناة الطلبة الجامعيين، ويمكن ذلك من خلال الآتي: تقديم الحكومة الدعم المالي المباشر للطلبة ذوي الدخل المحدود وتعزيز برامج المنح الدراسية الحكومية، توفير الحكومة وسائل نقل عامة بأسعار مناسبة تساهم في تخفيف العبء المالي المتعلق بالمواصلات عن الطلبة، توفير منحة دراسية شاملة تغطي الرسوم الدراسية والمصروفات بالإضافة إلى توفير تكاليف المعيشة وتكاليف الكتب والمواد الدراسية، توفير سكنات حكومية مجانية خاصة بالطلبة الوافدين من خارج المدن. في الأخير يجب أن يتم توجيه الجهود نحو توفير فرص تعليمية عادلة ومتاحة لجميع الطلبة اليمنيين. نعود إليك هالة. شكرا لك مساعد على هذه النصائح. في فقرة التخصص نتعرف اليوم على مجال تعليم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، ما الذي يعترض هذا التخصص من تحديات وما هي الفرص التي تنتظره في سوق العمل؟ في هذه المادة نقترب أكثر من تفاصيل وأبعاد هذا التخصص الجامعي مع أسيد مجيب الرحمن. مرحبا بكم حياكم الله، اسمي أسيد مجيب الرحمن، أدرس تخصص تعليم الكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم في جامعة بولو أربانت عزة فيصل تركيا في السنة الرابعة. يسعدني أن أقدم لكم نبذة مختصرة عن هذا التخصص الشيق. هذا التخصص يهدف لتطوير العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا بشكل عام، فهو يركز على تطبيق التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم. يشمل ذلك تطوير البرامج التعليمية التفاعلية كالتطبيقات ومواقع الويب، إضافة إلى تصميم مناهج دراسية مبتكرة بهدف إيجاد وسط تعليمي مليء بالوسائط المتعددة لتحسين عملية التعلم. أما التحديات التي تواجهنا في هذا التخصص هو وجود الكم الهائل من المواد الدراسية التربوية مثل طرق التدريس ومهارات المعلم وإدارة الصفوف وتطوير المناهج. قسم كبير من هذه المواد ثقيلة نوعا ما، خصوصا للطلاب الأجانب الذين يدرسون بلغة أجنبية غير لغتهم الأم، وأيضا الكم الكبير من المقررات التكنولوجية كلغات البرمجة وأنظمة التشغيل والشبكات وغيرها. كما ترون فأنا في مدرسة أوربرن غازي أوكتاوتن، أعمل منذ سنة تقريبا كمتدرب بجانب الدروس والكورسات المنظمة للطلاب كفريق الروبوتات والبرمجة وغيره. نهتم أيضا بكل قطعة إلكترونية في المدرسة بشاشات وطابعات وسبورات ذكية وأجهزة حواسيب. يستطيع الخريج تعليم الكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم أن يعمل كمدرب تكنولوجيا تعليمية أو مصمم محتوى تعليمي، كونه يعي من لغات البرمجة في جانب، ومسؤول تكنولوجيا التعليم بالمؤسسات التعليمية وغيرها، بالإضافة إلى مطور مناهج في قطاع المناهج الدراسية أو الشركات تعليم التقنية. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فرصة، نلقاكم في فرصة مقبلة، إلى اللقاء.